La sélection algérienne, une balle dans le profond, dans le fin du discours de Bounedja. Oh là 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 là, Baghdad Bounedja qui parvient à trouver le chemin des filets, des bois gardés par... Qui a terminé le boulot, il a mis le ballon dans les filets. Et regardez cet appel de balle de Bounedja, c'était très très intelligent. Hein. C'est un appel en profondeur et Mahrez lui a... سنشاهد من رقم 13 على الشاشة رمضان حياتيزا بينية هني هاي الكرة يو الهدف الثاني بين عراج الصديقة المدافع يسجل في مرمى للمنتخب الجزائري يفك العقدة رقم 22 جمالي سلام في مرمى حارسي محمد من جديد هيدا هيدا السودان القائم الثاني والهدف كارب الجلي والهدف الثالث للمنتخب الجزائري بونجاح يقدم هدية أخرى داخل منطقة الجزاء بونجاح يا سلام الجزائري بنجاح الهدف الثاني بطريقه ممتازه رائعه.